بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الكريم وعلى أهله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد حاويل، مدرس الإدارة العامة وإدارة الأعمال بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ. في بداية المحاضرة برحب بأبنائي الطلاب، طلاب الفرقة الأولى محاسبة وإدارة، بقول لهم كل سنة طيبين ومرحبا بكم في المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ونتمنى لكم دراسة موفقة إن شاء الله، وتكونوا فعلا نموذج مشرف للطلاب الجامعيين وإلى زملائكم السابقين اللي كانوا موجودين في المعهد. طبعا انتوا لسه جايين جداد، منتقلين من مرحلة الثانوية العامة أو دبلوم الصنايع أو الدبلوم المختلفة إلى المرحلة الجامعية. أنا دوري هنا أن أنا أرحب بكم وأقول لكم في الأول المرحلة الجامعية أو الأربع سنين اللي هتوجدهم في المعهد هم اللي هيبرزوا شخصيتك أو هيسقلوا شخصيتك او هيكونوا هم زي ما بيقولوا في لغة الكرة كده ان هم اللي هيخلوك على استعداد لمواجهة مشاكل الحياة. فالاربع سنين اتمنى ان انت تستفاد منهم. انت النهاردة كنت واخد ثانوية عامة او دبلوم، النهاردة عاوز تاخد مؤهل عالي بكالوريوس، دي شيء كويس جدا وطموح مشروع، وطبعا وراك اهلك اللي بيدفعوا مصاريفك وبيدفعوا لبسك ويتمنوا لك كل خير. احنا بقى في المعهد الطرف الثاني المتلقي اللي حضرتك بنقول لك مرحبا بك وبنوفر لك كل شيء، وادارة المعهد على راسها الدكتور محمد سامي راضي عميد المعهد ما بيدخرش الوقت ولا الجهد ولا، وفاتح مكتبه من اول ما بيجي لحد ما بيمشي لتلقي اي مقترحات، وتوجهاته كانت صريحة جدا بان نزلل لكم اي صعب. النهاردة انتوا عارفين وضع البلد ان احنا في حالة استثنائية، العالم كله نظرا لظروف الكورونا، ما فيش في بيت ولا في شارع ولا في حارة ولا في زقاق ولا في اي حته الا ايه الكورونا الكورونا الكورونا. طيب ايه دي؟ مرض فتاك ما تعرفلوش زي ما بنقول كده اول من اخر، لان لسه ما تعملوش امصال ولا ادويه. انت النهارده ما بتتعب بالشوايه بالانفلونزا بتروح تجيب حبايه مش عارف ايه نوفاسيد، حبايه اسبرين تاخد، لان دي حاجه مضاد للبرد. النهارده الكورونا لسه، ولكن لابد من اتخاذ اجراءات احترازية. فكان المعهد وزي ما قلت لك ودي مش مجاملة برئاسة الدكتور محمد سامي كان سباق في هذا الشأن من الترم الايه اللي فات بتاع زمايلكم الماضي. حاولنا عملنا اول منصة للتعليم الالكتروني، ولدرجة ان الامتحانات المعهد الوحيد اللي عمل امتحانات الكترونية ما عملش الابحاث، ودي كان شيء جيد. او بنحاول ان احنا نعودك او نأهلك لطبيعة الحياة اللي انت هتواجهها بعد كده. انت النهاردة داخل على العصر الرقمية، كل شيء هيبقى رقمي، كل شيء هيبقى الكتروني. طيب انا بقى في المعهد هيتم المحاضرات ازاي؟
برضو حرصا على صحتكم، وانتم بتعتبر ان انتم ثروة قومية ورأس مال بشري، احنا كمعهد وكإدارة معهد، وبناء دي السياسة العامة للدولة قالت لا احنا نحاول التباعد الاجتماعي، او ان احنا نقسم الطلاب على دفعات بحيث ما يكونش فيه زحمة، وانتوا عارفين بقى ان احنا بنموت في الزحمة، والكورونا هي الشيء الوحيد اللي هي بتنتشر فيه عملية ايه؟ التقارب. فعشان كده احنا قسمنا المجموعة بتاعتكم جزئين او مجموعتين، اللي هم تخصص محاسبة وإدارة، وهتكون جزء المحاضرات هتبقى فيه محاضرات في المعهد، هنتقابل مع بعض، هنقعد مع بعض في المدرج، هنتعرف على بعض، هنبتدأ نلقي المحاضرات ونشوف. أما في المحاضرات، ودي محاضرات مهمة جدا، اللي هي هتبث عبر شبكة الإنترنت على موقع المعهد. هذه المحاضرات بالإضافة إلى المحاضرة اللي انت هتاخدها داخل المعهد، الاتنين هيشكلوا المحتوى المادة العلمية بتاعت المادة اللي انت هتدرسها. طيب، يبقى إذن أنا عندي العملية التعليمية هتنقسم إلى جزئين، جزء مباشر أو زي ما بتكلموا كده فيس تو فيس، وجها لوجه، والجزء الآخر أونلاين أو إلكتروني من خلال المحاضرات المسجلة على موقع المعهد. سواء المحاضرة المسجلة أو المحاضرة اللي هي مباشرة، الاثنين مهمين جدا جدا جدا، وهنشوف هما مهمين ليه بعد كده. انا مش عاوز اطول معاك في المقدمة، انا عاوز اقولك ان احنا هندرس مادة اسمها تطور الفكر الاداري والتكنولوجي، طلبة اولى محاسبة او ادارة، في مجموعة بيجوا في سنة تالتة، مجموعة بيتخصصوا إدارة أعمال، والمجموعة التانية بتكمل محاسبة، اللي عاوز يكمل يكمل هنا أو اللي يكمل من هنا. أنا بكلمك كطالب في تخصص محاسبة وإدارة، لازم أعرفك الإدارة هي إيه؟ اتطورت إزاي؟ وبالإضافة إلى التكنولوجيا اللي إحنا بنتكلم عليها. أنت شايف قدامك أنا الصورة بتاعتي، المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، مادة تطور الفكر الإداري والتكنولوجي أولى محاسبة وإدارة، الفصل الدراسي الأول، المحاضر صلاح عبد الحي حامد، مدرسة إدارة وإدارة الأعمال بالمعهد. أنا بالنسبة لك في المحاضرة ديت هبتدي أعرفك إيه اللي هندرسه، سواء في داخل المحاضرة اللي إحنا هنقول قلت لك وجها لوجه، أو في المحاضرة الأونلاين اللي هتبث من خلال شبكة الإنترنت من موقع المعهد. لو انت شفت دلوقتي انا بقولك المادة اسمها تطور، يعني سيادتك هنتكلم على مراحل تطور الفكر الإداري. الفكر الإداري ما يقصد به هنا إيه؟ الإدارة، علم الإدارة. وبرضو عشان الأمور تمشي، والتكنولوجي إيه؟ برضو التكنولوجيا ديت، يعني النهاردة أنت قاعد قدامي دلوقتي أو أنت قاعد وبتسمعني من خلال شبكة الإنترنت، دي تطور تكنولوجي. يعني أنت لو جيت لبصيت من 10 15 سنة مش هتلتقى الكلام دي، يبقى التكنولوجيا تطورت يا رخ، هنبتدأ نتكلم فيها. طيب الدكتور، انت قاعد تقول لنا دكتور ان المحاضرة دي هتبقى ايه، المحاضرات دي مهمة.
انا مش هجيب حاجه من بيتي، وخاصه المحاضره المسجله. هقول لك ليه. اول حاجه احنا هنشرح مع بعض، انا دلوقتي بشرح لك وانا قاعد في البيت وقدام الشاشه وبسجل لك، بيبقى عندي ايه يعني فرصه اكتر انني يعني اعرض مجموعه من المستندات او مجموعه من الوثائق او مجموعه من الملزمات او مجموعه من الشرايح وانا قاعد دلوقتي، واوضح لك وهوضح لك عملي دلوقتي. يعني احنا هنتكلم ان انا بيبقى عندي فرصه اكتر ان انا اتحرك وادي لك ماده علميه صح، سواء من خلال الكتاب او من خلال شرايح انا مجهزها لك. وعندي 5 6 مراجع هنبتدا نوضح منهم ايه تطور الفكر الاداري. طيب انت بتقول يا دكتور الكلام ده، ايوه يا سيدي بقول الكلام، انا هبتدا اوضح لك بعض الامور. لو انا جيت انا بتكلم على تطور الفكر الاداري، اول حاجه الاداري، انا بكلمك في الاداره، ادي اول حاجه هنبتدا نتكلم مع بعض. هتكلم عن تعريف مفهوم الاداره، عاوز اعرفك هي الاداره، الفرق بين الاداره كممارسه وكعلم. طب كعلم يعني ايه؟ يعني علم انا بدرسه لك حاليا، كممارسه هي بدات من امتى؟ العمليه الاداريه هي ايه؟ وخلي بالك من كلمه العمليه الاداريه دي، من الحاجات المهمة جدا في محاضرات عندما تتأكد بان انا بقف على الشيء. يعني ايه بقف على الشيء؟ يعني بقف قدام الجملة وبحاول اكررها، حط دي تحتها خط احمر، تعرف انها مهمة. طب بتعرف انها مهمة ازاي؟ انا هكلمك عليها في المحاضرة وهشرحها لك برضو، زي ما قلت لك المحاضرتين بيكملوا بعض. مكونات العملية الإدارية، كلمة العملية الإدارية اللي هي وظائف الإدارة. تاني، العملية الإدارية اللي هي وظائف الإدارة. اللي هي هتتكلم عن التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، هنتكلم عليها في حين. المكونات بتاعتها اللي أنا قلت لك عليها، الأربعة اللي أنا قلت لك عليها. المهارات الإدارية، أنا راجل محاضر دلوقتي، لازم يكون لدي مهارات معينة عشان أقدر أوصل لك المعلومة. طب أنا بتكلم في الإدارة، يبقى أتكلم عن المدير. يبقى لازم أنا أعرفك إيه هو المدير والمستويات الإدارية والمهارات بتاعته عشان يبقى مدير كفء وفعال. مجالات الإدارة إيه؟ يعني علم الإدارة ديت مجالاته إيه؟ المجالات يعني بيشتغل فين؟ أنا عندي مجموعة من الإدارات أو فروع علم الإدارة برضو هنتكلم. الفرق بين حاجة، أنا بتكلم عن الإدارة، طب ما ندي مثلا يا دكتور في إدارة اسمها، أنت النهاردة راجل عندك مزرعة سمك بصفة إن إحنا في كفر الشيخ، ويعني زي ما بنقول بقى إيه مزارع السمك وشغلانة، وأنت مزفر لنا البلد أصلا. طيب أنت عندك، طب نوع الإدارة اللي أنت بتديرها في المزرعة بتاع السمك دي إيه؟ دي اسمها إدارة أعمال، لأن دي مشروع خاص بك فله نوع معين من الإدارة. ليه؟ لأن أنت عامل المزرعة دي أو المشروع دي، خدت بالك، مش عشان إن أنت تقدمه صدقات أو تقدمه مثلا في مولد السيد إبراهيم الدسوقي أو هتفتحها شؤون اجتماعية، لا أنت عامله عشان تكسب، عشان تقدر تجيب دخل عليك وبتاع. طيب أنا النهاردة لما بحتاج بيحصل حريق في بلدك وفي القريه بتاعتك، لما بتيجي تطلب ايه؟ المطاف، المطاف بتيجي. طب المطاف دي بتيجي عن طريق الشرطه. طب الشرطه دي ايه؟ خدمه عامه، دي يبقى نوع من الاداره اسمه الاداره العامه اللي انت هتدرسها في سنه تانية، يبقى في نوعين من الاداره. طيب القدره على معرفه العلاقه بين ايه؟ العلاقه بين الاداره والادارات الاخرى، ايه العلاقه؟ هل توجد ادارات اخرى؟ وعلوم اخرى؟ هل الإدارة اللي احنا هندرسها يا دكتور، خدت بالك، لها علاقة؟ أيوة يا سيدي لها علاقة، ما هو لازم.
وهتكلم كده، يبقى لابد ان احنا نعرف مسؤوليات والكلام ده. يبقى اذا عاوزين نعرف اهمية الادارة، مسؤولية الادارة، اهداف الادارة، المهارات الادارية، هل الادارة علم ولا فن، علاقة الادارة بالعلوم الاخرى، مجالات علم الادارة. دي جزء من اللي احنا هنتكلم عليه. طيب انا بقى عاوز برضو أأكد لك الكلام اللي أنا قلته، أقول لك في حاجة تانية. أنت شايف قدامك أهوت وظائف المنظمة، خلي بالك أنا لما جيت اتكلمت هنتكلم عليه. إيه وظائف المنظمة؟ المزرعة بتاع السمك بتاعتك دي اللي أنا قلت لك عليه، اللي أنا هاخدها كنموذج بالنسبة لي، دي اسمها منظمة. المزرعة دي اسمها منظمة، الشركة أو المصنع اسمه منظمة، لو عندك دكانة في القرية بتاعتكم أو في عزبكم اسمها منظمة، لو عندك مول منظم، لو عندك كافيه منظم، لو عندك شركة اسمها منظمة. يبقى الأسماء دي كلها المنظمة. المنظمة دي وظيفتها إيه؟ أنت في المزرعة السمك بتعمل إيه؟ بتنتج سمك. أول حاجة، أول وظيفة أهي الإنتاج. تاني وظيفة عاوز تسوق السمك. تالت وظيفة عاوز فلوس تمويل. رابع وظيفة موارد بشرية، عاوز ايد عاملة تساعدك في مزرعة السمك. دي اسمها وظائف المنظم. اجي بقى التقى تحتها ايه؟ وظائف الادارة اللي انا كلمت عندها. اول وظيفة ايه؟ التخطيط. تاني وظيفة التنظيم. تالت وظيفة الرقابة. رابع وظيفة التوجيه او القيادة. يبقى في وظائف ادارة ووظائف منظمة، دي نوع اخر من المستندات او المراجع اللي انا هستعين بها في المحاضرات المسجلة، وهتبقى موجودة معايا داخل المحاضرة اللي انا هنتكلم مع بعض فيه، اللي هي المحاضرة اللي اتكلمت فيه فيس تو فيس. هنبقى وجه، هتيجي تقول لي يا دكتور انت قلت كذا في المحاضرة الفلانية، اقول لك تعالى يا سيدي اهو فاتح قدامي كده، قلت انا فاتح الشنطة وجايب لك المذكرة او الكلام اللي انا قلته. دي برضو دي نوع تاني من انواع الشغل اللي احنا هنجيبه. في نوع تالت يا دكتور؟ ايوه يا سيدي في نوع تالت، والله ما انا مزعل اهو. اول حاجه مفهوم الاداره، وظائف الاداره. المدير، ما هو لما اجي اتكلم معاك لازم يكون في مصداقيه. ايه المصداقيه؟ انا بقول لك انا هجيب لك كذا وكذا وكذا، يعني زي ما بيقولوا بقى ايه، هخلي لك البحر طحينه زي ما بتقول في بلدكم. لا يا سيدي، انا هكلمك بالمستندات. ادي عندي المستند قدامي اهوت اللي هشرح لك منه مفهوم الاداره، وظائف الاداره، تعريف المدير، مستويات كلمه مدراء اللي انا ظللتها لك دي اللي هي المدير، ادوار المدير ومهارات المدير، وبعدين المنظمه اللي اتكلمت عن مفهوم المنظمه، انواع المنظمات، ودي نوع اخر من انواع المذكرات اللي احنا هنتكلم فيه. وبرضه في نوع تالت، في نوع تالت. تعال بقى شوف، دي كل حاجات انا جايبها عشان تسهل لك الماده، عشان حضرتك لما تيجي في اخر السنه تخش الامتحان تبقى متمكن. ما تجيش تقابلني دكتور ايه يالا، انا انت مديني مقبول. انا مديت لك مقبول ليه؟ ده الورقه بتاعتك هي اللي ادت لك الكلام اللي انت كتبته في الورقه، او اجابتك اللي ادت لك. ده انا كاتب كل حاجه، انت كاتبه غلط. فعشان كده وقت تاني يقول له لا، ودي بتحصل وهتشوفوها وهتبقى عمل. قاعد مركز، ملخص الماده، سائل، عارف، وهنيجي نتكلم فيه. المحرر الاول، لماذا ندرس الاداره؟ النشاط الاداري ادي فيها كل حاجه، مفهوم الاداره، تعريف الاداره، برضو دي نوع من المستندات اللي هنستخدمها مع بعض. نوع تاني، نوع تاني فيه قدامك اهو. انا ما بجيبش حاجه من بيتنا. ما هي الاداره؟ هي جهد تعاوني من اجل تحقيق هدف معين. طب دي ممكن يبقى سؤال انا ظللتها لك. اقول لك الاداره جهد تعاوني لتحقيق هدف معين، الإجابة صح. أقول لك الإدارة جهد غير تعاوني، الإجابة غلط. شوفوا بقى التظليلة ديت اللي احنا هنستخدمها برضو هنيجي نتكلم فيه. ممكن تيجوا سؤالين، ممكن تيجوا سؤالين وثلاثة.
طيب لو انا جيت تحتها للفقره اللي تحتها، تعتبر الاداره من اهم العلوم واقدمها؟ اه، اللي انا قلت لك ان هي ايه، ممارسه وعلم. تاني حاجه الاراء، هل الاداره فن ولا علم ولا هي مزيج بين الاثنين؟ كل الكلام ده هنستعرضه سواء في المحاضرات اللي هتبث عبر شبكه المعهد، او في المحاضرات اللي هنكون مع بعض فيها. وزي ما انا قلت لك الاثنين بيكملوا بعض، هتجمعهم على بعض هتبقى طالب فاهم وعارف، مش عارف ومش فاهم، بس عشان نكون مع بعض. نيجي حاجة تانية يا دكتور، في حاجة تانية؟ اه في حاجات تانية هتشوف يا سيدي. انا اتكلمت عن ايه؟ المادة اسمها ايه؟ التطور ايه؟ تطور الطريق، تطور الإدارة، التطور الإدارة والتكنولوجي، مش كده برضو؟ اهي عشان تبقى انت عارف، المادة اسمها تطور الفكر الإداري والتكنولوجي، مش كده يا سيدي؟ انا ما جبتش حاجة من بيتنا، انا جبت لك حاجة من التطور التاريخي للإدارة، الإدارة بين الماضي، كل الحاجات دي موجودة. اه موجود. هكلمك بقى عن ايه العناصر، هنيجي نتكلم عن الإدارة بين الماضي والحاضر. لا، تطور الفكر الإداري، الإدارة في الماضي كانت إيه؟ والوقت بقت إيه؟ في عندي مجموعة من المدارس هنتكلم عليها، ودول مهمين جدا، لازم بعد كده ما هنيجي نحفظ. هنتكلم عن مفهوم المدرسة والمدخل، سكول أور بروشيت، والكلام ده كله، واتجاهات وإيه أنواع المدارس. أنا ما بجيبش حاجة من عندنا. نيجي نتكلم في آخر حاجة برضو، أنا هجيب لك حاجة جميلة هي جدا، هذا شرايح هي برضه هنستعين بيها، هتبقى موجوده معاك يا دكتور. اه، وممكن نصورها؟ اه ممكن تصورها يا سيدي. يلا يا عم، احنا في اول محاضره، انتوا لسه جداد، واحنا عاوزين لا مؤاخذه تحبوا الدراسه وتحبوا التعليم وتكملوا. ادي نوع تاني. طيب في كده يا دكتور العمليه خلصت؟ لا ما خلصتش. الدكتور سامي بصراحه قال اتوصوا بكم. طيب انا عاوز اجيب لك حاجات جديده بقى اهو. ده ايه؟ نوع تاني من انواع التعليم، هنتكلم عن مفهوم الاداره ومجالاته وبسرعه في عجاله، هنشرح كل الحاجات دي. مفهوم الاداره، من هو المدير، اهميه الاداره، الاداره علم ولا فن، المهارات الاداريه، مجالات الاداره، مشروعات الاعمال، عناصر العمليه الاداريه، اهي موجوده اهيت. وانا مش هجيب حاجه من بيتنا، انا حاجة ايه كل اللي انا هعمله اداني ايه اهو، هنتكلم مع بعض وهنراجع مع بعض، ودي كلها اراء ناس دكاتره كبار من خلال هذه الشرائح اللي هي البي بي تي. خدت بالك؟ مجموعه هنتكلم منها. يعني في حاجه تانية؟ اه قدامك اهو، الاطار الفكري للاداره اللي هو علم الاداره، تعتبر الإدارة دي كلها عن إيه؟ هنستعرضها مع بعض. أهو تطور الفكر الإداري، أنا ما جبتش حاجة من بيتنا أهو. مفهوم النظرية، مدارس الإدارة، المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية، مدرسة العلاقات الإنسانية، مدرسة العلوم السلوكية، المدرسة الحديثة، إيه وبعدين هنتكلم في الأسئلة وهنتكلم في أدى نوع تاني من انواع الحاجات. انا هنتكلم بقى، انا بكلمك في حاجتين اتنين، انا بقولك تطور الفكر الاداري والتكنولوجي، انا بقى راجل عاوز نتكلم مع بعض. هنتكلم مع بعض في ايه؟ انا قلت اداره، عاوز بقى اتكلم في الجزء التاني من الماده، التكنولوجيا. ادي مفهوم التكنولوجيا ولخصتها لك وجايبها لك ببساطه. هتكلم عن التكنولوجيا، مفهومها، عن سلبياته وعن ايجابياته ومراحل تطورها، وحاجه اسمها نقل التكنولوجيا، ودي موضوع مهم جدا. عرفت التكنولوجيا، هي كلمه اغريقيه قديمه مشتقه من تكنو وتعني المهاره الفنيه، وكلمه لوج وتعني ايه؟ علم ودراسه. ادي برضو دي حاجات واقعيه، وانا هنتكلم عليها في حين. طيب لما انا بقى اتكلم في تطور الفكر التكنولوجي، طب عاوز اكلمك في ايه؟
عاوز اكلمك. احنا اتكلمنا عن الاداره، طب نتكلم عن التكنولوجيا. انا قلت لك هعرف لك التكنولوجيا ومفهومها وايجابياتها وسلبياتها ونقل التكنولوجيا. طب ايه بقى انعكاسات او اثار التكنولوجيا؟ ايه انعكاساتها ايه؟ او نتج عنها ايه؟ انا قلت لك انت معاك موبايل دلوقتي. الموبايل ديت لو انت شفته سنة 98 اول ما ابتدوا يعرضوه في مصر كان حاجة تاني. حصل تطور، حصل تطور. النهارده بقى معاك باقة نت، وانت قاعد دلوقتي بتبقى قاعد معايا في المحاضرة وقاعد ايه ايدك شغالة على النت. حصل طيب انا عاوز اتكلم بقى عن التطور التكنولوجي في الشأن العام. هنتكلم عن في ايه؟ هتكلم عن الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. الإدارة الإلكترونية هنتكلم عن نظرة على الإدارة التقليدية الأول، ما سلبيات الإدارة التقليدية، خطوات سير العمل في الإدارة الإلكترونية، مفهوم الإدارة الإلكترونية، متطلبات الإدارة الإلكترونية، أهداف الإدارة الإلكترونية، أنماط الإدارة الإلكترونية، عوائق تطبيق الإدارة الإلكترونية، مخاطر تطبيق الإدارة الإلكترونية، سلبيات الإدارة الإلكترونية. يبقى إذن من خلال التطور التكنولوجي هنتكلم عن الإدارة الإلكترونية. طيب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية اسمها إيه؟ اسمها وبرضو أدى المدخل للإدارة الإلكترونية، دي نوع آخر وهنتكلم فيه وهيبقى موجود تحت إيديك في المحاضرة. هتكلم بقى إيه؟ عن الحكومة الإلكترونية. أنا ما جبتش حاجة من إيه؟ الحكومة الإلكترونية تعرفها، أهدافها، النشأة بتاعتها، المزايا الخاصة به. هنتكلم على الحكومة الإلكترونية. أنا بكده يبقى وصلت ل نهاية المحاضرة. استعرضت اسم المادة وانا قلت لك اسمها تطور الفكر ايه الاداري والتكنولوجي. انا هكلمك عن مفهوم الادارة وهنبتدأ نشرح ايه مفهومها واهميتها ايه، لان الادارة هي الركيزة الاساسية لتقدم او فشل الامم. يعني مفيش دولة اسمها دولة متخلفة ودولة متقدمة، في إدارة متقدمة وفي إدارة متخلفة. أنا بكلمك دلوقتي عن تطور الفكر الإداري والتكنولوجي، يبقى مطلوب إن أنا أدرس لك الإدارة بهدوء واتكلم عن تطور الفكر الإداري. وبالشق الثاني أو الجزء الثاني من المادة التكنولوجي، قلت لك التطور التكنولوجي وهكلمك عن تعريف التكنولوجيا وإيجابياتها وسلبياتها ونقل التكنولوجيا، وهجيب مثالين اتنين اللي هم الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. دي تعريف بالمادة اللي هندرسها. طيب أنا برضو بكرر اللي أنا قلته، ودي نصيحة اللي عاوز يعمل بقى يعمل، ومش عاوز يعمل ما يعملش. إيه هي النصيحة ديت؟ إن المحاضرات سواء اللي في المعهد أو اللي هتبث عبر شبكة الإنترنت، المحاضرات ديت مكملة لبعضها البعض. طيب في حاجة دكتور تاني؟ أيوة في حاجة تاني، خلي بالك. إيه هي الحاجة التانية؟ الحاجة التانية أنا هوريها لك جهارا نهارا قبل ما أختم المحاضرة، عشان ما تجيش تقول لي إيه الدكتور صلاح خدت بالك؟ لا ده بتكلم، لا أنا ما بتكلمش كلام أي كلام، أنا بتكلم على أمور أهو. طيب يعني ايه انت ايه يا دكتور؟ المفاجأة بقى اللي هيتابع المحاضرات هيلاحظ الآتي. انا قدامي اهوت كل الكلام ده هتشوفه. هتشوفه. اتفضل يا سيدي، انا هنجيب نموذج حي على الشاشة. ادي اسئلة، الاسئله ديت هي اللي هتيجي في الامتحان. طب ممكن نبقى تبقى عند في حاله التزامك سواء بالمحاضره دي او المحاضره دي، كل الكلام ده اهو، كل الاسئله الصح والغلط والاختيار.
هناك من يرى ان الاداره علم او فن، ده موجود كل ونموذج تاني، ادي لك نموذج تاني عشان برضه تتاكد ان احنا ما احناش بنقول لك وهم، او مش هنقول لك كلام ونقدر ننفذه. ادي الاسئله الاجابات اهيت، وادي الاسئله خدت بالك عشان ما نقعدش نتكلم مع بعض. تعتبر الاداره اهم العلوم الانسانيه اللي انا قلتها لك. ماشي. تمر حياه الانسان في مهنه الاداره، دي الاسئله دي موجوده، الصح والغلط او الاسئله الاختيار متعدد، كل انواع الاسئله اهي قدام اهيت وهتبقى موجوده خدت بالك وتحت ايدك في حاله التزامك بتنفيذ. اهو قدام نوع تاني من الاسئله. كل دي اسئله هتبقى هي اسئله نهايه العام. يبقى اذا المحاضرات بتاعتنا هتبقى مش مهمه عشان احنا بندرسها، لا يا عم، احنا هي مهمه عشان هتبقى فيها. انا قلت لك حاجات او ماده علميه هنحاول نوصلها اليك، الماده العلميه دي سواء كانت بالشرح او عباره عن مجموعه من الاسئله بنسميها بنك الاسئله، اللي هي هتجيلك في امتحان اخر السنه. فعشان كده انت راجل جاي عشان تكمل مسيره تعليم جامعي، يعني انت ما اكتفيتش بان انت تاخد ثانويه عامه او دبلوم وتقعد، او تروح تشتغل لك شغلانه، او تجيب لك توك توك، او تروح تشتغل في مزرعه سمك، او تروح تشتغل في اي حته. لا، انت قلت انا عاوز اكمل تعليم جامعي. طب انت ما تكمل تعليم جامعي هتكمله ازاي؟ مطلوب منك ان انت تكون على قدر المسؤوليه. طب قدر المسؤوليه ازاي؟ اهلك موفرين لك المصروفات، وانتوا عارفين الظروف اللي البلد فيه، احنا كمعهد موجودين، اداره المعهد واقفه في صفك، ويا دكاتره اعملوا كذا، ويا دكاتره مش عاوز اقول، بنقول حاضر. دي كله في النهايه عشان مين؟ عشان سعادتك، عشان تبقى انت خريج مؤهل علميا وعمليا. طيب هتكون الكلام ده منين؟ من خلال متابعتك للمحاضرات سواء المسجلة او اللي موجودة في المعهد، والالتزام بالتعليمات ادارة المعهد هتكون دايما في صفكم، وهتكون خايفة عليكم اكتر من اي حد تاني، فيجب ان تلتزم بكافة التعليمات. وفي نهاية المحاضرة برحب بكم مرة تانية وبقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ. كان معكم في محاضرة عن مقدمة مادة تطور الفكر الإداري والتكنولوجي لطلاب المعهد تخصص محاسبة وإدارة، ولكم مني خالص التحية والتقدير. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد حاويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وشكرا.